تاني مرة تاني مرة رامي تسأل قبل شو في شيء هون في جايت مش حلوين اوكي وظيفتكم تسألوا شو بعد فيه هي ما تحكي انا بحكي والله ما احكي ما تحكي هي تسألوا شو عندكم قبل على المسرح هي مفاجأة بالنسبة لنا نحن ضحكنا عم نحضر لازم تسأل قبل انه شو بعد فيه اذا في شيء جديد تتعرف عنه لحتى ما تروح لهالميلة اوكي نحلم سوا سوا هلا عم تتفرج انا عم ينزلوا على الطياره منهم شيك قلتلك لازم بحياتكم تتفاجئوا بشغله لازم تسالوا عن كل استايق صار بده يصلحها هيك تحرقني اكسر كلها قاعد يعمل هيك كل الوقت واضح انه هيك صار مين وبالي يبالي ومين لك شو عملت لك كنت منيح كل الجملة ها راح منك بوزين أجمل عمر هيك طلع أجمل هو هون بشرف تعرف شو عم يعمل وراي كل جملة وراك لرامي عم يعمل هيك هالقد يا زلمه عم تشيل لك اياهم انت بتقللهم اسف فاضي نازل فيهم تمرين وعم طرق النفس عم بيغني الزلمه عم تغني وراه 14000 عربه بالنص الثانيه يا زلمه كم عربه بتعمل بالتانكي هو بقول بشرفك وكرمالك كيف بتحصل اذا بدك تمشي بالترند هيدي؟ عم تقول هيك باه باه رجع شوي انا مش عم بسمع راح اسمع اسمع غلط بس Yeah.